يسعد أوقاتكم أصدقاء أناقة أنثى، أتمنى أن يعجبكم الفيديو حول المفارقات قبل الزواج وبعد الزواج. هيدي رسالة للمخطوبين اللي بحبوا بعضهم يتعرفوا شو رح يصير قبل وبعد، ونحن المتزوجين عرفنا وفهمنا الفكرة وعشنا التجربة. حابة لكم إذا حبيتوا مواضيع القناة الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تبخلوا بكومنت وشير ودعوة الأصدقاء للانضمام إلى القناة. دمتم بمحبة. رح أترككم مع الموضوع كتير طريف، رح يأخذ منكم هيك ابتسامة ظريفة هيك على خدودكم. نلتقي بمحبة.